فروا من الموت إلى جحيم المعاناة، هكذا لخص الحاج عبده قصة نزوحه من محافظة الضالع إلى العاصمة المؤقتة عدن، إذ بات يسكن مع أسرته في هذه الخيمة التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. نزحنا من الضالع من قعطبة إلى داخل هذا المخيم، كما تشوفوا الآن كيف الحرارة الشمس والجهال، وشوف كما تشوف الآن الحبوب ظهر الجهال من الحرارة. خرجنا من بطن الحرب إلى حضن المعاناة. أكثر من 150 أسرة في مخيم الشعب تعيش أوضاعا معيشية صعبة، فمع ارتفاع درجة الحرارة في هذا الصيف وانقطاع التيار الكهربائي تفاقمت معاناتهم، مما أثر بشكل كبير على كبار السن والأطفال. وصلت له هنا مخيم الشعب وحصلنا بعض على الخيام يعني حار، كبد احنا الشمس والحمات مسدده والكهرباء تقطع عندنا ولا يوجد لدينا اي حاجه. ادونا الخيام كبدوا احنا في داخل المخيم هذا 156 اسره، لذلك من اصحاب الضالع واصحاب تعز واصحاب الوزعيه واصحاب يعني من جميع المناطق، لذلك نطالب المزيد من المنظمات تعطي احنا اقل حاجه مراوح، اقل حاجه يعيدوا لنا الكهرباء ويعيدوا احنا الحمامات. صح، احنا بين الشمس والحر والحمى مبهدلين من الحر بالشارع. تشتد وطأة الصيف على النازحين الذين باتوا يحلمون بشربة ماء باردة، ووسط كل ذلك يستمرون في مناشدات الجهات المسؤولة والمنظمات الإنسانية بتقديم مساعدات لهم والتخفيف من الواقع المرير الذي يعيشونه في هذه المخيمات. لا تقي هذه الخيم الهاشة من حرارة الشمس الحارقة، فارتفاع درجة الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي وانعدام المياه الصالحة للشرب ضاعف من معاناة من يعانون أصلا من ويلات الحرب والنزوح. أديب الجناني، قناة بلقيس، عدن.